سي الحاج لقبين ديال البطوله تيعطيكم فرصه انكم تلعبوا كاس افريقيا الانديه البطاره اللي كان امر ماشي سهل بالنسبه للانديه المغربيه بدليل الجيش الملكي شاركت اول مره في 68 ومورها ما شاركت فريق حتى بدايه الثمانينات. دخلتوا هذه المغامره هذه ماشي سهله بحكم انها تتطلب واحد السيوله الماديه والوقت ديال الانديه عندنا ضعيفه وتشاركوا اول مره في 1982 والمنافس هو فريق القبه الجزائري. تمشيو تعادلوا تماك واحد لواحد الجمهور المغربي والقنيطرين كيشوفوا بانه قنيطره غتمشي في مسار جيد تجيو القنيطره وصل الجمهور ديالكم تخسروا بثلاث اهداف لواحد. كيفاش عشتي هذه اللحظه هذه والصدمه هنا ايضا؟ وكنظن هذاك النهار مازال كنتذكر كان تقريبا اش نقول لك كانت كارثه كل معنى الكلمه لان حقيقه حتى واحد ما كان كينتظر لا حنا اللاعبين ولا المسؤولين ولا الجمهور لان كان مازال كنتذكر الان في هذه اللحظه كنشوف الملعب ماشي منو عن اخره ما يمكن لكش تصور الناس تقريبا يعني دخلوا حتى سميتو حتى لابيست وداك الشيء واقفين يعني حتى الامن ما قدرش كيفاش ياسيري المسائل هذا لان كان واحد جمهور قياسي للاسف دخلنا ضغطونا باصابه ما كانش في الدماغ ديالنا اننا غادي نخسروا. جات الاصابه الثانيه جات هذا حقيقه مازال الان بعض الاخوان هنا في قنيطره تذكروا داك ديك الهزيمه اللي كما كنقولوا هزيمه الكراء للاسف ولكن الكره هي هذه ما بدايه التجربه الافريقيه وتتاح لكم فرصه عاوتاني في الموسم الموالي بعد فوزكم باللقب مجددا على مستوى البطوله وتشاركوا في كاس افريقيا الانديه البطاله ولكن كانت بداية موفقة جدا تتلعبوا أمام حافية كوناكري تتربحوا بأربعة الأهداف لصفر هنا تتعادلوا بصفر صفر في الإياب ولكن تجي مباراة ديارة في السنغال ديارة في السنغالي وقنيطرة مهيئة أن باش تمشي بعيد في هذا اللقب هذا في هذا المسار ديال الإفريقيا وتيغيبوت لهاد اللاعبين بسبب وجودهم في المنتخب المغربي. نقولوا هذا السبب أنه قنيطرة ضعت في هذيك المباراة اللي صح التعبير ممكن إذا سمحتي يا سيمون سيف غير واحد الإشارة ما نبخسوش الفريق ديال القبة فريق قوي طبعا لأن راه ما ننساوش بأن كان عنده خمسة أو ستة اللاعبين منهم سرباح منهم أسد منهم مناد هادو اللي لعبوا في مباراة ديال 79 أمام المغرب فعلا راه كان عنده فريق قوي ماشي واحد سميتو صافي تا هو في الملعب في وسط الملعب وداك الشيء يعني كان فريق قوي يعني ماشي هكاك نازلنا معهم غير هكا ولكن كان فريق قوي كان يستحق انتصار. نرجعوا للمباراه ديال دياراف وداك الشيء ربما ما غنقولوش عدم التواجد ديالنا اثر شويه فعلا اثر شي حاجه ولكن كيف ما كان الحال كان باقي كنذكر خليفه وفتاح انا وخليفه وفتاح كنتوا مع المنتخب المغربي انا مع المنتخب ماشي منعونا لان القانون قال لك اودي بانه اللعابه اللي كيلعبوا في الفريق الوطني ما يمشيوش ما يلعبوش مع الفرق ديالهم وفعلا كان الامر يتعلق ببطوله افريقيا يعني ماشي بطوله وطنيه اللي غادي تاجل فيها مباراه ديالنا فعلا هذا مباراه ديال مباراه عندها تاريخ ديالها خاصها تجرى في التاريخ ديالها اللي حدته الكاف ولا هذه المساله اللي كاينه للاسف الفريق كان شويه تراجع وداك الشيء ما تمكناش اننا نوصلوا لمسيره واحد لواحد هنا وجوج لواحد في واحد في داكار على مستوى التسيير هنا تنعرفوا بانه انا ذاك في الانديه المغربيه كانت تسير بطريقه تقليديه تعتمد على انه رئيس الفريق يتم انتخابه من طرف اللاعبين عكس دابا اللي ولا قضيه المنخرط وكذا انا ذاك دومو جا في الفتره بدايه السبعينات كان في فرنسا دخل هيكل الفريق وقادو ودفع به ولكن اعتقد 83 وصح لي سي الحاج وقع ان صح التعبير واحد انقلاب على دومو كنت احد المشاركين في هذا الانقلاب سي الحاج فعلا بكل صراحه شنو الظروف الحياتيه نكونوا واقعيين انا من المسائل اللي خديت في التربيه ديالي ان الانسان خصو يكون ديمقراطي مع نفسه قبل ما يكون ديمقراطي مع الناس تماما لان رحمه الله السي محمد دومو كنا عزازين عليه بكل صراحه باش نكونوا واضحين كانوا مشاكل وكان كيواخذنا وداك الشيء وهذا ولكن الرجل حكيم كان كيعرف كيفاش يتعامل مع اللعابه كانت مشكل ديال المنحه للاسف دابا هذا هو المشكل ما تقرتش لان احنا ترجعوا ديما الهيكله
الملحه ما كانتش هذا ما تقالش ديال الا فزنا بالبطوله وداك الشيء وهذا، فاذا بيا كنتفاجئوا تلقوا ان في المثال لعاب او جوج خداو اكثر من لعاب اخرين، يعني كان تمييز في الملح، كان تمييز. اذا وفعلا مشيت انا بحكم اني كنت عامل فريق وداك الشيء، هضرت معاه قلت له السي محمد راه كاين بعض اللعابه وداك الشيء على اساس انه فعلا دوك اللعابه رفضوا ما بقاوش بغاو يجيو حتى يدربوا وداك الشيء وهذا، حاولت معاهم وداك الشيء تيقول لك لا اشو الفرق بين حنا وبين انتم خديتوا لا بريم وعلاش حنا ما ناخذوش، المهم وقعوا مشاكل وداك الشيء، وقع اجتماع بين اللاعبين ذكرنا كل واحد عطى الراي ديالو وداك الشيء، كاين بعض اللاعبين اللي انسحبوا كنظن جوج او ثلاثه ديال اللاعبين اللي انسحبوا ما اللي بغوش يمشيو معنا في المسار، ولكن كما كان الحال انا شخصيا ما واخذتهمش، لان حنا تنهضروا على الديمقراطيه، الانسان خصو يكون خليناهم يعني ما واخذناهمش يعني، وكيجيو كيدربوا كندربوا جميعا. اذا وصلت لواحد المرحله انه اللاعبين الاخرين فاجروا وداك الشيء وهذا، وقع هذا الغياب، كاين اللاعبين اللي رفضوا انهم يمشيوا يلعبوا المباريات وداك الشيء، هي هذه قررنا باش السي محمد الدومي جلس معنا ونذاكروا ونفكوا المشكل باش حنا كنا نستمروا وداك الشيء. للاسف السي محمد خدا ما كانش تجاوب وداك الشيء، هي هذيك باش طرات العمليه ديال اننا نغيروا الرئيس، جبتوا المتوكل، جبنا المتوكل رحمه الله. ما استمرش حتى هو بزاف، ما استمرش فعلا ورجع دوما. ورجع دوما واحد الواقعه ديال سموها واقعه الدمام السعوديه. فعلا كانت اول بطوله عربيه للانديه البطاله، والنادي القنيطري تيمشي يشارك في شتنبر 1984. كان المجموعه ديال اللي كان لعب فيها النادي القنيطري مع الانصار، ربح 2-1، خسر مع الاتفاق مستضيف الدوره، وربح الرفاع البحريني بجوج الاهداف لصفر، وحط للصف الثاني وكان قريب. وهنا المصادفه هو ان مسجل اول هدف في البطوله العربيه اللي بدات من اول دوره هو سعيد اكرد امام الانصار، اللي هو الوالد ديال الاب ديال نايف اكرد الله يوفقه. مشيتوا للدمام في السعوديه، السي بوحياوي حتى هو تماك، ولكن السي بوحياوي قال لهم انا غادي نرجع بحالي. شنو القصه ديال هذه السي بوحياوي؟ واش غادي نقول لك؟ بعض الامور نقدروا نشدوها كيف ما كان الحال، لان اللعب يعني خص يكون واعي ويعرف كيفاش كيتصرف ويعرف كيفاش هذا، لان داك الشيء ماشي سهل، لان اي حاجه كتحسب عليه ولا كتحسب ليه. والمصادفه هو انه عزيز بوعبيد هو كان مدرب انذاك، المدرب كان معنا الصويري احمد الصويري رحمه الله عليه، وكان مع عزيز بحكم انه تقريبا هذا استاذ الرياضه أيه تبارك الله كون راسه تماما. المهم كيف ما كان الحال انا كنت عميد الفريق الوطني، وعاد جيت من الالعاب الاولمبيه وانا باقي فريق عميد الفريق الوطني. ملي مشينا ودخلنا الملعب في اول مقابله ديال الانصار، مشينا درنا التسخينات، رجعت هضرت مع الكاتب العام وداك الشيء وهذا، قلت له الله يخليك، كان كديك ساعه كيتواجد الاخ ديالي الله رحمه الله عليه وعبد السلام الحراتي، كان حتى هو في الكتابه مع الاخ ديالي رحمه الله عليه. قلت لهم البراسار فين هي؟ قال لك ودي راه البراسار خدا عبد اللطيف، راه هو اللي غادي يكون كابيتان ديكيب. عبد اللطيف ولا جمال؟ وقيل عبد اللطيف كنظن، لا عبد اللطيف كنظن ماشي جمال. ما الصراحه انا ما بقيتش لان الوقيته اللي ملي جيت انا للفيستير ما عاودتش خرجت تماك، حدي دوشت كبيت عليا شويه ديال الماء لبس حويجاتي. اذا قالوا لك خديتي قرار. قال لي عبد السلام حراتي، قال لي ودي راه ماشي انت اللي راه كان عميد فريق واحد اخر عميد، المهم كابيتان ديكيب راه ما عرفتش انا. وهذوك الناس راه ما فهموش واحد المساله، ان البوحيوي كيفاش خدا ديك كابيتان ديكيب، انا راه عطى الدوائر العليا هما اللي عطوني كابيتان ديكيب، بحكم ما نقولش انا الامكانيات ديالي ولا الصفات اللي عندي، ولكن كيف ما كان الحال كانوا يحترموني. وزائد اكثر من هذا انا اكبرهم سنا كلهم، هذوك انا سبقتهم النادي القنيطري، ولكن للاسف سامحهم الله كيف ما كان الحال. وقررتي انك ما تشاركش في هذيك البطوله؟ فعلا، يعني قوة الشخصية والقدرة على أخذ القرار بغض النظر عن التبعات. لا رجعة فيها. الناس فرحانين غادي مسافرين تماك سعودية، تقول أنا كرامتي هي الأولى ومن بعد يأتي ما يأتي. هي فعلا أنا من بعد المقابلة ما تفرش في المقابلة، يلا غادي تبدا
هوت على واحد السيد تما كان هو المسؤول، كان المرافق ديالنا، طلبت منه قلت له الله يخليك واش يمكن لي ترجعني للوطيل، وفينا رجعني للوطيل وداك الشيء جلست تقريبا تماك في البيت ديالي حتى جا مجيد أكرد هو اللي كان معايا في سميتو في الغرفة. كان مجيد وسعيد؟ كان مجيد وسعيد. مجيد هو ولد عم؟ لا مجيد وسعيد خوت. خوت اه داكور. وكاين عبد الحق. داكور. راهما ثلاثة تبارك الله. اه تبارك الله. كان تنضحكوا بحال هكا وداك الشيء وهذا، تيدور واحد رحمة الله يسمي جابو سعيد تيقول له تقول له تبارك الله عليك ما تهلاو في الوالدين اليوم، تفرقوا عليهم ثلاثة البريمات. كذت بريمات يدخلوا الدار. بريمات تبارك الله. الله يعطيهم الصحة. قلت لك هي هذيك جالسوا داك الشيء شوية، جاوا بعض الأعضاء منهم الأخ ديالي رحمة الله عليه، منهم الرئيس سي المتوكي تا هو رحمة الله عليه، وجلسنا تذكرنا وداك الشيء وشرحت لهم ها السبب علاش وداك الشيء، وبكل صراحة فهذوك الناس الأغلبية عطوني الحق، عطوني الحق لأن داك الشيء داروا غير ما تيدارش غير معقول وداك الشيء وهذا. فعلا قلت لهم دابا الله يخليكم الحاجة الوحيدة اللي كنطلب منك السيد الرئيس هو تعطيني الجواز ديالي غادي نمشي باش ندير. قال لي وفين غتمشي؟ قلت له انا راه درنا الخريطه كلها راه ماشي كيفاش غادي نشغلي غادي نحير في الساعه ديال المغرب. وفعلا بقاو تي هذا خرجوا ما عارفين داروا اجتماع وداك الشيء، جا عندي عبد السلام حراتي قال لي ودي راه ما يمكنش نعطيك الباسبور. قلت له شوف الله يخليك باش نكونوا واضحين، انا راه تنجبد دابا الوالد ديالي رحمه الله عليه قدامي، غتعطوني الباسبور؟ راه الا ما تعطينيش الباسبور ربما امور اخرى غادي تكون لا تحمد عقباها، وانا ما باغيش داك الشيء، ما بغيتش نخسر السمعه ديالي ولا الصوره ديالي. فعلا من بعد واحد الوقت متاخر حتى شي 11 الليل جاب الله هبط لا ريسبسيون غوتو سميتو لارام، لقاو بان الطياره في 5 الصباح غادي دير دمه من الرياض، الرياض الدار البيضاء، جات مناسبه الله سبحانه وتعالى سهله عليا داك الرجوع. فعلا جاب لي الباسبور وداك الشيء، ما نعشتش انا كاع ديك الليل، لقيت غير فايق وداك الشيء انا ومجيد تنهضروا وداك الشيء. صافي في الصباح رجعتي في حالك؟ مشيت في حالي ما شافني حتى شي واحد منين خرجت ولا منين هذا. اذا هذا القرار الواحد يتحمل مسؤوليته. ومن بعد الرجوع ما تصورش جميع الاخوان الصحفيين في القنيطره، وتنشكرهم بهذه المناسبه لان الحمد لله كلهم كانوا بجانبي، جاو عندي المنزل ديالي وسمعوا القصه من عندي. ولكن من بعد الحمد لله وقع واحد الجلسه ديال الصلح اللي كان الحمد لله، كان بعض الاخوان اعترفوا كاين اللي ما، المهم كيف ما كان الحل يعني الحمد لله الامور رجعت للمياه هذا، ولكن الغياب ديالي اضطر، ما نقولش اضطر على الفريق ولكن اضطر على المدينه كلها. انا بكل صراحه ما نقولكش الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى. واش دير راك انت قطعه راه ديال المساله دابا اللي مهمه، شتي راه الانسان تيكون دوز واحد المسار وتيكون هذا، وانا كيف ما كان الحال ولكن الحمد لله الحمد لله على كل حال. تجي واحد لعبتوا مباريات النادي القنيطري، انتم الى حد ما كنتوا بحال الشكل ديال الوداد، الوداد مع مكوار كانت يجيبوا فرق اجنبيه تيلعبوا معاها، انتم مع دومو كنت تجيبوا انتم انديه تتلعبوا معاها. لعبتوا واحد المباراه مع البايرن ميونخ في ملعب مولاي عبد الله، يمكن نعطيك هذوك الفرق اللي لعبنا معاهم باش تذكروا ما يمكن. اه مرحبا. كانت باستيا وكان رين كان كيلعب فيها حسين هذيك الساعه ايه رحمه الله عليه، وجبنا باستيا كان سمع عبد المتصل بكريمو وداك الشيء، وهذو جوج فرق ولعبنا مع فريق صيني وفريق روماني، كان جاب المدرب دريديا اللي كان عندنا ايه، جابنا لعبنا تقريبا خمسه ولا سته مع فرق ممتاز خارج الوطن. جات هذه المباراة ديال البايرن ربما اللي فريق كبير في بايرن ميونخ في السبعينات والثمانينات راه كان يحصل الاخضر والابيض، تتلعبوا مع ليربي، تتلعبوا مع رومينيغي، هينيس، اوغنتالر اعتقد هو كان اوغنتالر فعلا. تتذكر هذه المباراة شوية لانكم في اخر مطاف بالطبع خسرتوها ب3-0 آه بالطبع، وان كان البعض يقول بانكم كنتوا تمسك الماتش كنتوا متحكمين فيه مزيان ولكن خسرتوه ب3-0. وانا كنظن هذه في 84 تقريبا، اسبوع من قبل هذه المقابله كان وقع هذا المخاض ديال السي محمد دومو والذهاب ديالو والبقاء ديالو وداك الشيء وهذا، اللاعبين ما تدربوش تقريبا كلهم، كانوا مره هذا كانوا مشاكل وداك الشيء وهذا، ولكن كيف ما كان الحل مشينا للمباراه وخديناها بجديه، لعبنا في تقريبا في البدايه ديال الوقت المباراه لعبنا بجديه وبهذا وكنا متخوفين. لعبتوا بالليل؟ لعبنا بالليل فعلا اول مره تلعبوا بالليل. اه
لا لعبنا بالليل، لا لعبنا مع الوداد بالليل، ولعبنا مع الفسح، الفسح في 82 لعبنا مع الفسح بالليل، لعبنا مع سميتو مع الجيش غلبناهم 4-2. اذا انت واقف مع روميني جاي، مع ليربي، مع اوغينطالا اللي كنا تشوفهم في التلفازه. فعلا امر ماشي سهل عاوتاني مع فريق هاوي قنيطرة. فعلا، ولكن شوف انا كنظن شي ملي دخلنا سميتو الغرفه الملابس، اللاعبين الحمد لله كلهم كان عندهم واحد الاستعداد، وكان عندهم اموغال مزيان، والحمد لله كما قلت لك انا بوردي تقريبا هذوك لي زوغ ديال الماتش الاولين الحمد لله كانوا كنا متفوقين بعض الفترات. ونقدر نقول لك بان حيت في التدريب كتكون واحد شنقولوا كيفاش غادي نقدر نسميها هذيك دي ميكانيزم فوالا هذيك اللي كتسمى لا باس افان. لا باس افان كيسكو سافي ديال لا باس افان؟ حنا انت حنا كلاعبين ديال الكاك تنديروا درنا 20 باس سون كو لادفيرسير توش البالون. درناها لدرجه ان الفريق ان الجمهور كله تيصفق، تخلى انت تقول بحال تجدد شي اصابه ولا وجميع اللاعبين كانوا تبارك الله داروا في واحد المستوى عالي جدا لدرجه انهم حقا كانوا اخطاء وكانوا هذا باش تسجلوا ديك الاصابات وداك الشيء.